الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نشكر للمدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب وعلى القائمين عليها هذه المبادرة الطيبة في إعلاء شعائر الله تعالى، وبالضبط هذه الشعيرة شعيرة الآذان، وتشجيع الجيل الصاعد على مثل هذه المنافسات. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي مجهوداتكم، وأن يجعلكم جندا لهذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.